وهم لا يفتنون. لو تدرك بأنك لا تفتن ما تفتن، ما يمكن لك أن تكون مؤمن من دنيا مدين. واحد يصور حاله يعيش بها الدنيا أنه خلاص يكون مرتاح وما في وراء شيء، يعني لا، بتكون في فتنة، ما يصير من دون اختبار. وهذه على أساس هذه الأبحاث، أنه لماذا لم يذكر علي في القرآن، ولماذا أهل البيت عبروا بكلمة البداء، ولماذا أهل البيت أنه بدأ له كلمة مهمة، ولماذا شو لا، أول شيء ما خصك، أول جواب الأصلي أنه ما خصك. ليش يعني تقول لماذا لم يذكر الله تعالى علي في القرآن؟ فراس غيات إن شاء الله تعالى بحث مستقل، حنتكلم إن شاء الله تعالى بحث الإمام عن هذه المسألة. لاحظوا نتكلم عن هذا البحث، أنه لماذا لم يذكر عليه في القرآن. هذا إشكال بيطلع الآن، هلأ كل إشكالهم الآن طبعا مش من هلأ، من يوم يومهم، فواحد يصور أن هذا إشكال جديد، ها؟ من يوم يومهم هذا الإشكال يطرحونه في المقام. أول جواب هم مخصص سألت يعني شو لك علاقة أنت يعني مين المطروح السؤال؟ لا قبل المطروح بلي أنا شايفه على مبالي، شايفه أنا بالعلو بجيب المصدر مكتوب، المفروض يكون عندي، المفروض يكون مكتوب بهالمقصوصة قصيصات الورق موجود. بس بغض النظر، أول جواب ما خصك، هذا أول جواب. ليش ما خصك؟ لأنه هذا الله حر يعني يسوي الدنيا. لا يسأل، لا يسأل ما يفعل، خصوصا إذا كان واحد أشعر عم يسألك، خذ مصيبة، خذ بقى شو خصك عندك؟ معقولي أشعر وتسأل؟ عيب؟ عيب تسأل هذا السؤال، حرام هذا السؤال، ما لك علاقة. ثانيا هذه موضوع الفتنة، ليش؟ وقال لي أول سؤال، ليش الله جعل في القرآن محكم ومتشابه؟ لماذا ليس كله محكم؟ واقع ما تجيب عنه عن بالنسبة لهذا أجيبك عن علي بن أبي طالب. شو ما تجاوب، لماذا الله تعالى لم يجعل القرآن كله محكما؟ السؤال هذا جاوبني عن هذا السؤال. شو ما تجاوب، أما في الذين في قلوبهم زاغ فيتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، رغم ذلك شو ترك لهم هذا السبيل حتى يبتغوا هذا؟ ليه؟ وليش ترك لهم هذا السبيل؟ ما قدروا يعرفوا كله محكم، شو انت قاصر؟ ما السؤال؟ جاوب عن هذا السؤال، بس تجاوب عنه جاوبك عن ذاك السؤال.